السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الأخيرة لهذه الليلة من قناة السعودية. والبداية بالعناوين: المملكة تشهد قفزة كبيرة في حالات التعافي من كورونا وتراجعا في عدد الإصابات. المملكة تحذر من خطر ناقلة صافر والتعنت الحوثي ينبئ بكارثة وشيكة. والرئيس المصري يؤكد أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ليبيا وأن جيشها سيغير المشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد المستشار في الديوان الملكي مرشح المملكة لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الأستاذ محمد التويجري في جنيف عددا من الاجتماعات مع المسؤولين في منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية في المنظمة على هامش زيارته إلى جنيف لتقديم بيان ترشحه إلى المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية غدا. ويدخل الأستاذ التويجري المنافسة لشغل المنصب إلى جانب 7 مرشحين من مصر وكينيا ونيجيريا وبريطانيا والمكسيك ومولدوفا وكوريا الجنوبية. ويأتي ترشيح التويجري في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة استشعارا من المملكة لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لمجموعة 20. لأجلنا ومن نحب، بهذا بيّن المتحدث الرسمي للصحة الدكتور محمد العبد العالي عدة طرق في كيفية التعامل عند تقديم الرعاية لكبار السن أو من لديه أمراض مزمنة ومن لا يستطيع رعاية نفسه وكل من يدخل ضمن الفئات الأكثر خطورة. لأجلكم ومن تحبون، لكل من يقدم الرعاية سواء كانت لكبير في السن أو لمن لديه أمراض مزمنة تعيقه عن رعاية نفسه، من المهم جدا عند تقديم الرعاية لهم المباشرة سواء كانت هذه الرعاية نظافة للجسد، سواء كانت تقديم التغذية كالمساعدة في تناول الطعام أو الشراب أو المساعدة في التحرك أو الحركة أو المساعدة بتقديم الرعاية الصحية. لبس الكمامة أمر ضروري عند تقديم هذه الرعاية، كذلك التأكد من أن اليدين نظيفتين بغسلها جيدا قبل البدء بتقديم هذه الرعاية، المحافظة على التباعد الجسدي قدر الإمكان أثناء تقديم هذه الرعاية، والآخرين من حولنا يكتفى بواحد أو عند تقديم الخدمة ولا نزيد عن هذا العدد إلا عند اللزوم، ونحاول أن نكون في حالة تباعد لتقليل فرص العدوى لا قدر الله. عدم المشاركة في الأدوات الشخصية، وكذلك من المهم جدا بعد الانتهاء من استخدام أي قفازات أو كمامات التخلص منها بالشكل السليم في سلة النفايات أو في بطريقة تخلص مناسبة. كما بيّن الدكتور العبد العالي عن أسباب ارتفاع حالة التعافي في الآونة الأخيرة في المملكة ولله الحمد، وهو نتيجة لارتفاع المنحنى الوبائي لكوفيد-19. نذكر الجميع بأننا كنا نرصد حالات تعافي بالعشرات قبل أشهر، ثم مئات، ثم كانت في مرحلة ما بين 1000 و2000، ثم ارتفعت عن ذلك، ونرصد اليوم حالات تعافي أيضا أعلى وأعلى بحمد الله،
والمملكة العربية السعودية هي من ضمن دول العالم التي تميزت برصد حالات تعافي مستمر ومتميز. ولو رجعنا قبل أسابيع أسبوعين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، سنجد أننا كنا نمر في المنحنى بمستويات مرتفعة من رصد الحالات الإيجابية أساسا، ولكن بحمد الله معظمها تماثل للشفاء والعافية، وبالتالي اليوم نرصد ثمار ذلك بارتفاع أعداد تسجيل حالات التعافي. هذا وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 2764 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى 243238 حالة، منها 53246 حالة نشطة، فيما سجلت 4574 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 187622. كما تم تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2370 حالة وفاة، رحمهم الله جميعاً. وفي الشأن العربي والعالمي، دعت المملكة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ تدابير حاسمة للتعامل مع خطر ناقلة النفط صافر الراسية قبالة سواحل الحديدة، وسط انتقادات واسعة لرفض الحوثي الامتثال لقرارات الأمم المتحدة وتجاهله للتداعيات الإنسانية لهذه الكارثة الوشيكة. جلسة غير اعتيادية عقدها مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو لبحث التهديدات الكارثية والإنسانية للناقلة النفطية المهجورة صافر والراسية منذ سنوات قبالة سواحل الحديدة المطلة على البحر الأحمر. المجلس ناقش التسويف والتعنت الحوثي الرافض لإيجاد حل لهذا التهديد الخطير واستخدام الناقلة المتهالكة كوسيلة ابتزاز وورقة مساومة غير آبه بمصالح الشعب اليمني أو أمن المنطقة. مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي دعا المجلس إلى اتخاذ تدابير حاسمة وقوية للتعامل مع الخطر الذي تشكله الناقلة بجنوب البحر الأحمر والعالم بأسره لقربها من باب المندب الذي يعد ممراً حيوياً للملاحة البحرية الدولية بين آسيا وأوروبا. المعلمي حذر من ترك هذا الوضع دون معالجة نظراً لما يمثله من أخطار تشمل إمكانية إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر، ما قد يؤدي إلى نقص حاد في الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها الشعب اليمني، بالإضافة إلى خطر تعرض صناعة صيد الأسماك في المنطقة لأضرار جسيمة قد تستغرق سنوات للتعافي. بدوره أوضح وزير الخارجية الياباني محمد الحضرمي أن حل هذه الكارثة ليس بالأمر الصعب، وهو يبدأ بالسماح لفريق فني من الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة العائمة وتقييمها، لكنه أشار إلى أن هذا الإجراء يصطدم برفض الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران السماح بذلك. مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أبدأ أسفه لعدم اتخاذ أي إجراء جذري لغاية اليوم للقضاء على خطر حصول تسرب نفطي، معربا في الوقت نفسه عن الأمل في إرسال بعثة أممية لتقييم وضع الناقلة خلال الأسابيع المقبلة. النشرة انتهت، وإلى أبرز عناوينها. المملكة تشهد قفزة كبيرة في حالات التعافي من كورونا وتراجعا في عدد الإصابات. المملكة تحذر من خطر ناقلة صافر والتعنت الحوثي ينبئ بكارثة وشيكة. والرئيس المصري يؤكد أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ليبيا وأن جيشها سيغير المشهد. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
We'll be right back.